مشاهدينا اهلا بيكم لايف جديد بعد مباراه الاهلي وبلاتينوم، تعادل في زيمبابوي بهدف لكل فريق، تعادل قد يعقد مجموعه الاهلي، ولكن في انتظار مباراه المساء ما بين الهلال والنجم الصحيح هيكون معاكم اسلام احمد واحمد العريان للكلام عن المباراه وباقي مباريات النهارده الكبيره والكتيره. اهلا بيك يا اسلام. اهلا بيك يا حميد. الاهلي بيتعادل مع بلاتينوم 1-1، مباراه كان البعض بيشوف ان هي هتبقى سهله للاهلي بالنظر لمستوى بلاتينوم في مباراه الذهاب والمباراه الاولى اللي اقيمت في القاهره، ولكن على ارض الواقع كان الموضوع مختلف تماما. المباراه كانت صعبه والاهلي كان ممكن يخرج خاسر كمان مش مجرد متعادل، فايه اللي حصل ادى للي احنا شفناه ده؟ بص، خلينا نبدا كده في الاول. ان امبارح المدير الفني لبلاتينوم قال لك احنا هدفنا ان احنا نكسب وده الهدف الاساسي بتاعهم، وكان المشروع بيقول ان هو حق مشروع ليه. طب فالنهارده الفريق داخل مع خلاص هو خرج بره تقريبا بنسبه 99% من البطوله، ما عندوش ولا نقطه، 3 خسائر، فبالتالي هو داخل ما عندوش حاجه يبكي عليها. في الناحيه الثانيه الاهلي امبارح الرايدر كان بيتكلم على ان هو بيعاني من الاجهاد ومن ضغط المباريات والاصابات اللي موجوده في الاهلي بشكل كبير في الفتره الاخرانيه. كل بقى ده لما تيجي تسمعه امبارح وتتفرج على ماتش النهارده فتحس ان هو خلاص لعيبه بلاتينوم نازله النهارده ما عندهاش اي مشكله، فبتعمل اللي هي عايزاه في الملعب، خصوصا في الشوط الاولاني كانوا مسيطرين تقريبا سيطره شبه تامه في الارض الشوط الاول. الناحيه الثانيه الاهلي كان فيه غياب تام، لكن لما تيجي تبص على الاهلي مثلا تخاري، يعني قبل كده كان موجود وليد سمان في التشكيل الاساسي، خرج لاصابته بشد في السمانه قبل المباراه ب 10 دقائق او ربع ساعه اثناء التدريبات، ونزل مكانه محمد مجدي قفشه. تيجي بقى تتفرج على الفريق بشكل عام، دفاعيا الفريق كان شكله سيء جدا، خصوصا من الناحيه الشمال ناحيه علي معلول وناحيه ايمن اشرف اللي هي الناحيه اللي كان منها بلاتينوم عمل تقريبا 99% من اخطر كروته. حتى الكره العرضيه اللي جه منها الهدف، يعني الهدف ما جاش من عرضيه صريحه، بس الكره اللي جه منها الهدف كان من الناحيه اليمين اللي هي مواجهه لعلي معلول. ما تيجي بقى بتتفرج على الماتش تحس ان في توهان في لعيبه الاهلي، تحس ان اللعيبه مش قادره تقف على رجلها، مع ان انت واصل بقالك فتره، بقالك ثلاث ايام موجود في زيمبابوي، الفريق سافر امبارح للمدينه اللي لعب فيها المباراه، فالاوضاع كانت تحس ان اللعيبه مضغوطه، اللعيبه مرهقه مش قادره تجري، تحس ان هي رجليها تقيله في الملعب. عمرو السولية كان برضو عليه علامات استفهام شويه من وجهه نظري، فكل ده تقريبا اثر بشكل كبير على شكل واداء الاهلي في الشوط الاولاني. يمكن تغيير بقى نزول كهربا في الشوط الثاني مع خروج قفشه اللي هو كان اصلا تقريبا تحس ان هو اوت اوف ماتش اصلا مش فورم كمان، يعني ان هو الراجل كان خلاص فاضل 10 دقايق وهو مجهز نفسه ان هو يقعد على الدكه ومره واحده نفسه اساسي. فده هو ممكن ما يكونش كان مؤهل، ما لحقش يسخن بالشكل المطلوب عشان ينزل الشوط الاولاني تحس ان هو مستعد. نزول كهربا مع تغيير بقى الخطه من 4-2-3-1 او من 4-3-3 ل 4-4-2، لا دي ساعدت شويه. وكمان هدف الاهلي المبكر اللي هو اللي سجله مروان محسن، مسجل المره الثانيه على التوالي في الموسم الحالي، دي حاجه كويسه حتى جدا ليه على المستوى الشخصي، ترجع له الثقه بشكل اكبر. فكل ده اثر على لعيبه الاهلي. طبعا انت يعني انا حتى كنت بنتكلم معاك قبل اللايف ان الانديه المصريه لسه عندها المشكله طبعا اللي خارج المباريات اللي خارج ارضها، شوفين ده عايز برضو تعلق. أنا طبعا زي ما انت بتقول كده، الاهلي نهار المنافس هو بلاتينوم، المفروض ان هو منافس اضعف منافس في البطوله. النقطة اللي أخذها بلاتينوم النهاردة من الأهلي هي الثالثة لي تاريخيا في دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، مش الثالثة لي السنة دي، لا الثالثة تاريخيا. يعني هو السنة اللي فاتت وصل لدور المجموعات، اتعادل ماتشين وسجل 3 أهداف في البطولة كلها، السنة دي ده الهدف الثاني لي والنقطة الأولى، فبالتالي هو يعني تاريخه كله في البطولة 4 أهداف و3 نقط. فعيب لما الأهلي يتعادل في زيمبابوي، لما الزمالك يكون بيلعب زيسكو اسم اكبر شويه من بلاتينوم، ولكن في النهايه زيسكو كان مستواه سيء جدا السنه دي. لما الزمالك يتعادل مع زيسكو في زامبيا نلاقي ان الفرق المصريه فعلا بقت بتعاني خارج ارضها. الحل ايه او المشكله دي سببها ايه؟ سببها ان الدوري المصري بيلعب بدون جمهور، ان الاهلي والزمالك ما عادوش بيلعبوا الماتشات اللي هم كانت طول عمرهم بتصنع اللعب الدولي للاهلي والزمالك، اللي هي ايه؟ ماتشات خط القناه، تروح تلعب الاسماعيلي في الاسماعيليه، المصري في بورسعيد، المحله بعيد عن خط القناه، يعني في المحله الماتشات دي هي اللي كان بيتعرض فيها لاعبو الاهلي والزمالك للضغط الجماهيري القوي اللي بيخليهم متمرسين لما يلعبوا في بطوله افريقيا يكونوا عارفين هم يتعاملوا ازاي مع الاجواء دي. فانا اعتقد طول ما الدوري المصري بيلعب بالطريقه دي، طريقه الصوان العزه،
عمرنا ما هنشوف الاهلي والزمالك منافسين حقيقيين على البطولات. هتقول لي اه الزمالك اخد الكونفدراليه السنه فاتت، عارف ان الزمالك اخد الكونفدراليه، ولكن في فرق كبير قوي بين الكونفدراليه ودوري ابطال افريقيا، وده لا شيء لا يخفى على احد يعني. والاهلي كان ممكن يكسب دوري ابطال افريقيا لما وصل للنهائي مرتين ورا متتاليين، والزمالك وصل للنهائي قدام سان داونز، بس ده كان كل ده بقايا الجيل الاخير من الكره المصريه اللي عارف يعني ايه جمهور. ولكن الجيل ده بيتاكل كل شويه، وكل شويه بيغير الفريقين جلدهم، فبيجي لعيبه تانية ما تعرفش يعني ايه اساسا العب قدام فريق بجمهور. النهارده الفريق بيلعب، حتى بلاتينوم ملوش جمهور، عارف ان بلاتينوم ملوش جمهور، بس مجرد احساس ان انت بتلعب بره ارضك في ملعب مش معتاد عليه ضد 200 300 2000 3000 واحد بس بيهتفوا ضدك، ده بقى بيرهب الانديه المصريه، وده احساس يعني مخزي جدا للكره المصريه الحقيقه. يمكن برضو كنت عايز اتكلم عن حته الاهلي خصوصا في الشوط الاولاني، الناحيه اليمين اللي هي كان عليها فريق بلاتينوم كان عاملين ضغط تقريبا كبير على علي معلول وعلى ايمن اشرف. كان بلاتينوم عمل 6 عرضيات صحيحه في المباراه، منهم 5 من الناحيه بتاعت علي معلول. الناحيه الثانيه لما تيجي مثلا تبص على الاهلي، الاهلي عمل عرضيات اكتر من 27 عرضيه، 5 بس صح. يعني علي معلول عمل 2 صح من اصل 12 عرضيه رفعهم طول الماتش. ده برده بيوريك يعني، هي شويه ارقام ممكن توريك ان في مشاكل دفاعيه عند دفاعيه عند الاهلي طبعا. لما في 5 عرضيات معموله بشكل صحيح من الناحيه بتاعت علي معلول في الشوط الاولاني خصوصا اللي كان الاهلي بيعاني منه، في الشوط الثاني يمكن نزول كهربا ساعد شويه معلول ان هو يبدا يتحرر في حتة الزيادة الهجومية اللي هو أصلا مميز فيها، على عكس معلول لما بنشوفه دايما في حتة الدفاعية. يعني انت لو سألت أي حد بيتفرج على الدوري المصري، معلول دايما بيبقى طاير لقدام ما عندوش أي مشكلة، لكن لما بنبقى في أفريقيا معلول بيظهر بشكل أقل شوية من في الملاعب اللي هي بتاعت أفريقيا. لأن هو انت الأهلي مثلا لما بيلعب في أفريقيا بتلاقي الفرق بتهاجم بيتعرض لضغط، عكس الدوري المصري انت دايما بتهاجم على المنافسين، فبالتالي فرص ان معلول يضرب في الدوري المصري قليلة. على العكس لا، ده هو حصل النهاردة في أفريقيا في أكتر من مرة. برضو يعني احنا ممكن نقول حاجة كمان، ان الأهلي في 8 ماتشات في دوري أبطال أفريقيا السنة دي دخل في مرمى 3 أهداف، 3 كانوا في دور المجموعات، جول من النجم الساحلي وهدف كان طبعا عشان جول. الهدف اللي دخل من في النجم كان الاهلي بيلعب ب 10 لاعبين، يعني المباراه تقريبا كله عارفها، وهدف من الهلال وهدف النهارده. لكن في المقابل الاهلي في الدوري دخل فيه هدفين في 10 مباريات، عدد اكبر من الماتشات وعدد اقل من الاهداف. هدفين في ماتشين هو كسبهم 5 تقريبا، ماتش يعني اسوان نادي مصر خلص كام؟ ونادي مصر الاهلي كسب 3-1، وماتش اسوان الاهلي كسب 5-1. فانت لو تيجي تتكلم ان هدف اسوان، هدف نادي مصر من ركله ثابته، ده اعتقد ان هو بره الفريق بالكامل، يعني مفيش حد يتحمل مسؤوليته، هي مهاره لاعب. الهدف بتاع اسوان كان خطا وخلاص، انت كسبان 5 فممكن نقول ايه اللعيبه ريحت شويه، لكن انت دلوقتي الاهلي انت بتنافس على البطوله الافريقيه وده هدفك الاساسي. فلما تستقبل 3 اهداف مع احترامي مثلا من فريق زي بلاتينوم، انه قبل كده انت يعني دخل في الاهلي هدف من الهلال في الدقيقه الاخيره، خلاص انت يعني المباراه بتاعتك وانتهت ودخل فيك هدف. الماتش النجم يعني ظروفه مختلفه ومعروفه ان بعد طرد ايمن اشرف بعد ربع ساعه، فالوضع يعني كان سيء على الاهلي حتى لو الاهلي كان متماسك. فاعتقد ان برضو حته الدفاع في الاهلي محتاجه نظره من فايلر خصوصا في المباريات الافريقيه، لان المعدل ده اعتقد ان هو هيكون مقلق. يعني بيبقى 3 اهداف فيها، هنفترض في 4 مباريات بقى في دور المجموعات، مش هنحسب الادوار التمهيديه اللي هي كانت الفرق سهله وسهل جدا الاهلي يفترسها يعني. لكن على الناحيه الثانيه لما تيجي تتكلم بقى على المباريات المحليه، فاعتقد ان الاهلي والزمالك عموما بيبقاش عندهم حته مشكله في الدفاع. يعني انت يعني زي اللعيبه الناس اللي بتلعب فانتزي في الجول دايما بتلاقيهم بيتعاقدوا مع مين؟ مع علي معلول، مع محمود علاء، لان هم اللي بيزيدوا دايما في الهجوم، وهم دايما يعني اكتر 2 معرقين يعني تقدر يخرج بكلين شيت في المباريات. فبالتالي هو منطقي ان الاهلي والزمالك في الدوري حته ان الدفاع ده مفيش يوم قلق كتير، وممكن الاهلي يقعد بالخمس وست ماتشات ما يخشش فيه اهداف، نفس الكلام الزمالك. على عكس احنا بنشوف كده في افريقيا، الزمالك بيستقبل اهداف، الاهلي بيستقبل اهداف. فبرضو المديرين الفنيين سواء في الاهلي او حتى في الزمالك برضو، عشان ما نبقاش بنتكلم عن الاهلي بس، لازم يركزوا في الحته ديت على المستوى الدفاعي. مدحت صبري بيقول الاهلي انقذه مروان وايضا الشناوي، الدفاع شوربه للاسف، فريق ضعيف جدا، زيسكو اقوى من بلاتينوم. طيب اسامه وحيد بيقول الاهلي محتاج يكسب النجم ويتعادل مع الهلال او يكسب، بكده يبقى صعد صح. اما محمد مصطفى بيقول متصدر لا تكلمني. طيب ماشي، بس يعني الدوري حاجه تانية غير افريقيا دلوقتي، يعني احنا بنتكلم في افريقيا يا مصطفى. حسام محمود بيقول مبررات الهزيمه دايما تقدر تسمعها من اعلام الاهلي. ماشي. فارس وائل بيقول اللي حي تمام، انت عايز تلاقي الفاظ. عادل منير
تمام برضو خلاص، شكرا يعني معلش. طول ما انت مش علينا احنا وعلى الاهلي والزمالك يعني انت فاهم. مارسلين عزار بيقول الاهلي الى النهايه، ومروان عزام بيقول يا جماعه الملعب تعبان قوي. اكيد الملعب تعبان، وفعلا اكيد عامل الملعب بيؤثر فعلا، بس برضو يعني ياما الاهلي، اصل الاهلي احنا مش بنتكلم عن فريق يعني لسه جديد على الساحه الافريقيه. انت النهارده بتقول لي الماتش الاهلي ده كان ماتش الكام؟ الماتش ال100 بدور المجموعات فقط في دوري ابطال افريقيا يعني. ماتش ال100 للاهلي في دور المجموعات دوري ابطال افريقيا بس، 8 بطولات حمل يفوز باللقب، فالاهلي متمرس قوي في الاجواء دي. فاحنا مش بنتكلم عن نادي لسه جديد مش عارف الاجواء دي، لا هو عارف، وعارف كمان ان هو اهلي عمره ما كان بيكسب بطوله افريقيا غير مع اجيال بتعرف تتعامل مع النوعيه دي من الظروف. فعشان كده انا بصراحه ما بقتش بحب المبرره بتاعت ملعب، ما بحبش المبرره بتاعت تحكيم، انا ما بحبش المبررات دي عموما. النهارده مفيش حد بيتكلم على التحكيم انا عارف، بس انا بتكلم بشكل عام، ما بحبش المبررات دي عشان انا خلاص مش كل سنه هبقى داخل وانا عارف ومتيقن 100% ان انا هقابل الظروف دي، ولما اقابلها اتحجج بيها. ما هو انا عارف ان انا لو عايز اكسب لازم اعمل فريق يقدر يتغلب على الظروف دي. عبد الرحمن احمد بيقول هنكسب ان شاء الله المره الجايه. واما عمرو فواز بيقول الاهلي هيتعادل مع النجم ومع الهلال. انتقد النهارده النتيجه الانسب ايه للاهلي ما بين النجم والهلال في السودان؟ بص، هو التعادل هيعقد الامور اكتر يعني. احنا لما نيجي قبل الماتش النهارده اصلا، قبل ما الاهلي ما يلعب، فالفرق الثلاثه كانوا 6 نقط، فبالتالي هيتم حجب نتائج بلاتينوم اصلا عن الثلاث فرق عن المجموعه، وبالتالي المنافسه هتبقى ما بين الاهلي والهلال وما بين النجم، وكل فريق فاز على الثاني، فبالتالي اللي هيرجحها بان ان كل فريق فاز على الثاني فارق الاهداف، وده كان في صالح الاهلي عشان فاز على الهلال وخسر من النجم. فرق اهداف النجم كان اقل يعني، النجم كان سجل هدف وعليه هدف، الاهلي والهلال ليهم هدفين وعليهم هدفين، فبالتالي ده كان بيقلل من حظوظ النجم، والاهلي والهلال كان المنافسه ما بينهم على الاول والثاني بشكل عام قبل الجوله دي. لكن النهارده الاهلي تعادل، فالاهلي بقى 7 نقط بشكل مؤقت في الصداره. نعتقد ان التعادل ما بين الفرقتين هيدي يعني الاهلي ما خرجش، بس الاهلي برده الامور بتفضل تتصعب جوله ورا الثانيه. فوز النهارده كان يريح اعصاب الاهلي وجمهوره بشكل كبير، خصوصا ان انا خلاص 9 نقط، المنافسين اللي معايا 6 و6 تعادلوا او كسبوا، خلاص هو هم بيوقعوا نفسهم قدام الاهلي. الاهلي عنده مباراتين قدام النجم هنا في القاهره، وبعد كده قدام الهلال في السودان، اعتقد ان هي مباريات كؤوس. الاهلي لازم طبعا يكسب النجم منافسه المباشر وبيسكور اكبر من 1-0 يعني، لازم يكسب 2 او 2 يعني 2 3-1 2-0 علشان يقدر يحط رجله، نقول ان هو خلاص المواجهات المباشره لو تعادلوا في النهايه في دور المجموعات في النقاط، وقلنا ان خلاص لازم هنحتكم نتائج الثلاث فرق مع بعض المواجهات المباشره، يبقى الاهلي عنده الافضليه على النجم عشان يتاهل، او حتى عنده الافضليه على الهلال لو وصل للجوله الاخيره وكان التاهل ما اتحسمش. محمد حسام بيقول معلول اللي جبهته بتتضرب لان ما حدش بيغطي وراه، جاي بيهاجم بس ما بيرجعش يدافع، طبيعي جبهه معلول تبقى مكشوفه. اما احمد عمر بيقول الاهلي ان كسب الماتش الجاي صعد رسمي، شرط فوز ايا من النجم او الهلال على الاخر في سهره الليله نادي القرن. احمد ميدو بيقول معلول كان مفتوح شارع باسمه. اما نور زموره بيقول الاهلي لولا الحكام مش هياخد بطوله. تمام ماشي. مارسلين عزار بيقول رد علينا وطمنا على باقي الماتشات. النهارده باقي الماتشات، ماميلودي سان داونز كسب اتحاد العاصمه الجزائري 2-1 في جنوب افريقيا، وبالتالي سان داونز بحاجه الى بس ان بريميرو دي اوجوستو او عفوا بيترو اتلتيكو ما يكسبش بالليل الوداد او يتعادل، يعني لازم ما يكسبش علشان لا يعني لو الوداد كسب خلاص يبقى ماميلودي سان داونز تاهل رسميا. كمان في مجموعه الزمالك كان في ماتش مهم جدا ما بين مازيمبي و بريميرو دي اوجوستو. مازيمبي كسب 2-1 بعد ما كان خسران 1-0، وبذلك يكون مازيمبي اول المتاهلين رسميا لربع نهائي دوري ابطال افريقيا. كده مازيمبي 10 نقط في المجموعه في المركز الاول، الزمالك الثاني 7 نقاط، الثالث زيسكو نقطتين، وبنفس الرصيد بريميرو دي اوجوستو نقطتين، وبالتالي ايضا الزمالك محتاج نقطه واحده من الماتشين اللي جايين عشان يضمن التاهل بشكل رسمي. حازم الاسماعيلاوي بيقول تمام برضو الكلام عن الحكام والكلام ده كله، بس يعني ضد الاهلي المره دي. محمود مصباح بيقول اهم حاجه كل ما تقول النجم لازم تذكر الطرد، اصل حكام افريقيا مش بتلغي الاهداف ليه. الكلام بيتحول برضو ناحيه الحكام يا جماعه، يعني هو الحكام، واحنا انا مش ببرر ان الاهلي خسر عشان الطرد، بقول ان لو الاهلي سبب من اسباب الخساره الطرد، مع ان الفريق لعب بشكل
كويس جدا في المباراه، والناس كانت حتى يعني في شريحه كبيره جدا من جمهور الاهلي على عكس الناس ما كانت متوقعه، فخرجت يعني بتشيد باداء الفريق. حتى هو بيلعب 10 لعيبه لمده تقريبا 75 دقيقه وما كانش، لكن انا مش شايف ان مثلا الحكم عشان طرد ايمن اشرف ظلم، لا هو بالعكس هو الطرد يعتبر يعني في رايي ان هو مستحق، لاعب داخل انفراد على المرمى وهو اخر لاعب، وايمن اشرف كان خلاص يعني الماتش ده خلص من زمان مش هنرجع له عنه تاني يعني خلاص الاهلي خسر الثلاث نقط، والاهلي هو اللي عقد موقفه في بسبب خسارته في المباراه، او لسه يعني طبعا الامال موجوده عند الاهلي في ان هو يتاهل. محمد حسام بيقول تعليق فني بقى اخيرا يعني لما كهربا نزل دعم جبهة معلول بطريقة كويسة وبقى عندنا شراسة هجومية، لان كهربا كان بيرجع يدافع ورا معلول وبيغطي جبهته. من الاخر كهربا نزل عمل قلبان للماتش وهيبقى من العناصر الاساسية وما ينفعش يقعد دكة تاني، لاعب مهم ومهاري جدا وكورته حلوة وبيسلم وبيستلم بثقة وبهدوء. كهربا نزل صنع الفارق فعلا في الشوط التاني النهاردة، لا باين حتى في اول 10 دقائق في الشوط الثاني الاهلي بقى الشوط الثاني اول ما بدا الشوط الاهلي ضيع فرصه، بعد كده اجاي ضيع الانفراد اللي سجل منه مروان بلمسه كويسه جدا ما فيها لمحه مهاره ان هو يلم الحارس بطريقه كويسه وسجل في الدقيقه 51. بعدها الاهلي ضيع سجل هدف عن طريق مروان محسن طبعا اتلغى بسبب ان كان مروان في موقف تسلل. فالاهلي ظهر في اول 10 دقائق بشكل كويس جدا من الناحيه الهجوميه وخصوصا من ناحيه كهربا من الناحيه الشمال، حتى على المستوى الدفاعي ما تحسش ان الاهلي كان عنده مشاكل دفاعيا من ناحيه معلول في الشوط الاولاني، بدات تحس ان الناحيه بالعكس بدا فريق بلاتينوم يهتم ان هو يركز هجومه على احمد فتحي، وده حتى اللي كلفه انذار في الشوط الثاني من كتر الضغط عليه على ناحيته. لكن اعتقد ان كهربا مع الوقت طبعا هو لسه بيحاول ينسجم مع الفريق، هو لسه دي تاني مباراه ليه، تاني مباراه كبديل ومباراه مهمه خصوصا بره ارضه، فاعتقد ان لا كهربا اكيد اضافه قويه جدا للاهلي، لاعب دولي وعنده الخبرات اللي يقدر يضيف بها للأهلي في الفترة اللي جاية. ريني فايلر المدرب السويسري للأهلي في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء قال الشوط الأول ظهرنا بشكل سيء جدا والأداء مختلف في الشوط الثاني، محبط من النتيجة لأننا كنا نلعب على الانتصار ولكن في النهاية لم نقدم ما يجعلنا نستحق ذلك. هو معترف بأن الأداء ما كانش جيد، الظروف هنا في زيمبابوي مختلفة عن مصر، الشوط الأول لم نظهر بالأداء المعتاد على الإطلاق وفي المجمل لم نستحق الانتصار بسبب أداء الشوط الأول. وأجاب فايلر على سؤال هل إصابة وليد سليمان قبل بداية المباراة وإصابة ديانج أثناء المباراة أثر على أداء الأهلي قائلا لن أبحث عن أي أعذار، بالتأكيد ليس هناك أي ميزة في الإصابات ولكن في النهاية لن أبحث عن أي أعذار لأننا لم نظهر بالشكل المطلوب على الإطلاق. أما عن ضغط المباريات قال الأهلي لا يملك رفاهية القرار ونتعامل مع الأمر الواقع، سنبدأ بمجرد وصولنا القاهرة الاستعداد لمواجهة طنطا، من الصعب التكهن بحسم بطاقتي التأهل خلال الجولة المقبلة في إفريقيا، هدفنا سيكون الانتصار على النجم الساحلي في مصر. هنا أهم حاجة في كلامه الكلام عن الإصابات اللي هي بقت كتير قوي في الأهلي، والنهاردة آخرهم أليو ديانج ووليد سليمان، الكلام عن تلاحم المباريات، والكلام المهم بالنسبة لي بقى اختلاف الظروف في زيمبابوي عن مصر. هل فايلر لسه هو اكيد لسه، لكن هل ما تنقلوش بشكل كويس الظروف اللي بتمر اللي هيمر بيها الاهلي في افريقيا؟ لسه ما تعرفش على الظروف دي، مفترض ان هو ما يكونش عارفها لانه واحد جاي من طبيعه مختلفه تماما بيدرب في الدوري السويسري، ولكن مفترض ان هو هنا دور جهاز المساعد ان هو ينقله يقول له لا انت هتقابل في افريقيا كذا وكذا وكذا وكذا، ما تبقاش متفاجئ تماما. هل ده ما تمش بالشكل الصحيح مع فايلر حتى الان؟ بص انت بتتكلم على فايلر ان هو ده ثالث مباراه ليه بره ارضه في افريقيا، يعني اول مباراه ليه كانت في البدايه خالص كان سبورت، وبعد كده ماتش الماتش النجم الساحلي في تونس والاحداث اللي حصلت فيه، والنهارده ثالث ماتش ليه. ففايلر برده لسه ما تعودش ان مثلا مده السفر ممكن تكون طويله، انت بتتكلم ان الاهلي سافر طياره خاصه وراح قبل المباراه بثلاث ايام علشان يعمل معسكر ويبدأ ويوفر وقت ويوفر إرهاق لاعبين علشان يكون موجود في المباراة النهاردة. هو ممكن يكون الكلام حاجة والأحداث اللي بتحصل حاجة تانية، تتكلم مثلا ان تلعب ماتش كل 3 ايام تقريبا او كل 72 ساعة حرفيا، كل الضغط دوت هو لسه مش متعود عليه. الدوري هنا في مصر سهل جدا ان انت تتنقل من مدينة لمدينة، خصوصا ان الدوري بتلعب تقريبا في 3 او 4 محافظات يعني. لكن في افريقيا انت بتتكلم مسافه كبيره، وبعدين زيمبابوي مش قريبه، لا يعني زيمبابوي تقريبا في اخر في جنوب القاره. احنا بنتكلم ان لا الاوضاع هي ممكن تكون بتوصل له طبعا من الجهاز الاداري، انا معلومه يعني مش بقول ان حد ما بيأثر في شغله وما اقدرش اقول ده لان انا ما عنديش حاجه تثبت ده، لكن اعتقد ان هو لسه مش متعود على الاجواء في افريقيا.
ممكن الاهلي وهو طبعا الاهلي دايما لما كان بيجيب مدربين قبل كده كان بيحط في دماغه المدرب اللي عنده عارف متمرس اجواء على الاجواء. افريقيه وعارف الاجواء اللي في افريقيا عامله ازاي. لكن فايلر اعتقد انه خلاص يعني 3 ماتشات سافرت شمال افريقيا، سافرت في غرب افريقيا، سافرت في جنوب افريقيا، يعني انت خلاص تقريبا شفت كل الاجواء في القاره عموما. يعني تقريبا ما اعتقدش ان بعد كده اي مباراه تانية هتكون مختلفه عن الاجواء دي، فبالتالي هو مش هيبقى عنده عذر. طبعا هو اكيد ضغط المباريات عامل، اكيد الاصابات اللي بتتلاحق على الاهلي عامل برضو. يمكن بقى هو ديت اللي ممكن نشوفه بقى في الفتره الجايه، هل ممكن يفكر فايلر ان هو يعمل ياخد الريسك زي ما كارتيرون عمل مع الزمالك مثلا، ويلعب مثلا نفترض الماتش الجاي بخمس او ست تغييرات فنيه في الفريق من بدايه المباراه، هل هو يقدر يعمل ده؟ هل هو هل اعتقد يعني ده كان مفترض يحصل قدام نادي مصر. يعني انت لما بتلعب نادي مصر، انا سايب الماتش المقاولين كسبان نادي مصر 3-0 جوه، منافس مش بالمنافس القوي، الاهلي موقفه مريح في الجدول، فكان عنده المساحه ان هو يعمل كده، بس هو ما حبش يعمل كده. اعتقد هو محتاج فعلا يعمل كده الفتره اللي جايه. يعني هي بص يعني هي يعني زي ما قلت لك هو ممكن هيبدا يبص على مكان زي ما كارتيرون عمل، ابدا ياخد بقى كمان ريسك. انت النهارده بتقول اليو ديانج اتصاب وقت المباراه، بتقول ان وليد سليمان اتصاب قبل المباراه، قبل كده كان رمضان صبحي، قبل كده محمد محمود وحمدي فتحي. انت بتتكلم ان انت بتفقد العناصر الاساسيه من كتر ضغط المباريات. فهل مثلا هنفترض ان ايمن اشرف ومحمود متولي اللي كانوا يعني ياسر ابراهيم كان خارج القايمه اصلا، النهارده محمد محمود متولي بيرجع بس ما بياخدش الدقايق الكافيه عشان يشارك، او بيلعب بس دقايق قليله، هل هتبقى تقدر تعتمد عليه ومثلا وتريح رامي ربيعه وتريح ايمن اشرف عشان المباريات اللي انت محتاجهم فيها تلاقيهم؟ هل ياسر ابراهيم هتعتمد عليه وهو لو خارج حساباتك بشكل نهائي؟ فانت بتتكلم ان هل حسام عاشور ممكن مثلا نشوفه في ماتش طنطا اساسي؟ انا افترض ان هو رجع من اصابته اللي هو كان اصيب بيها ايه من اسبوع او 10 ايام. اعتقد ان كل ده فايلر لازم يعيد حساباته، لان انت في الاول وفي الاخر انا عندي مشكله مع الانديه المصريه بشكل عام. احنا بنعمل قائمه 30 لعيب علشان ان المنطقي ان ال 30 لعيب دول هم يلعب. اللي هيلعبوا في الموسم كامل وانت عارف ظروفك ايه، لكن بتيجي تلاقي تفاجئ ان الانديه يقول لك اصل انا عايز ازود القائمه ل 35 واعمل استبدال واسوي. يا جماعه بره القوائم في اوروبا 22 23 لعيب و25 بتبقى بماكسيمم، يعني مش قوائم. هم بره في اوروبا ما فيش قوائم مفتوحه، هي القوائم انت بيسيبها لك عادي، بس الانديه هي عارف المدرب انا عايز ادرب 20 او 5 او 22 لعيب للسنين اللي انا هحط ليهم افكاري، مش هدرب 30 الاقي منهم 8 اصلا بره ما بعتمدش عليهم تماما. وده بتشوفه في الاهلي في الزمالك، ما بتلمس الكوره اصلا حتى في الماتشات الوديه. فاعتقد ان لا ان الاهلي والزمالك او الاهلي عموما عشان احنا بنتكلم عن الاهلي دلوقتي، لا فايلر لازم يبدا يفكر في حته المدوره وبشكل سريع شويه، لان هو هيبقى خلاص انت بتتكلم ان من دلوقتي لغايه تقريبا يوم 22 اللي هو مباراه الاهلي والزمالك في السوبر المصري في الامارات، اعتقد ان الاهلي هيبقى عنده كم تقريبا 10 ماتشات، فلازم يبدا يدور بقى على الافكار اللي تخليه يعرف يخرج حلول جديده للفريق، حلول جديده. طيب هقول كم تعليق تاني كده سريعا وبعد كده من الناس اللي بعتلنا، وبعد كده نخش على سؤال التقالات. امير عمرو بيتو بيقول واضح ان كلام ميدو صح لما قال الاهلي حيعاني افريقيا لسهوله الدوري في مصر. اعتقد انا متفق انا كمان. يعني محمد حسام بيقول اجاي لازم يلعب مهاجم صريح او مهاجم وهمي، لما بيلعب في المنطقه دي اداؤه بيظهر، خصوصا ان عنده الاستلام وتسليم كويس وبيعرف يشوط كويس على المرمى. ما نلعبش باجاي اطراف تاني، اجاي قوته وشراسته في هجومه مش في الاطراف. ايمن اشرف النهارده كان كويس، ربيعه كان عليه علامات استفهام النهارده كبيره. الماتش مش مقياس، في لعيبه كانت كويسه ولعيبه كانت وحشه، وده طبيعي بسبب عوامل الجو والرطوبه وارضيه الملعب، واننا نخطف نقطه احسن ما كنا نخرج بدون نقاط خالص، وده بسبب تدخل فايلر الفني. وليد سيمان كمان لو كان موجود كان الماتش اتقلب وكان الاهلي كسب مستريح. احمد عمر لو كانت مباريات خارج الديار للاهلي على ملعب جيد والماتش يبقى بالليل هيكسب معظم ماتشاته بره. ايه تاني؟ احمد خلاص نفس التعليق حطته لنا بتاع 10 مرات احمد عمر. احمد حلمي بيقول احنا محتاجين دفاع ونشوف ايه الحكايه. اما مصطفى بلال بيقول الاهلي ماشي. مصطفى مختار بيقول ليه ما بيلعبش بمحمود متولي اساسي لعائد من اصابه. ايه تاني؟ محمد عادل بيقول اتمنى فايلر ما يتفلسفش تاني ويلعب كهربا يمين، وخصوصا بعد اداء كهربا النهارده، وفايلر مدرب محترم جدا وكلامه منطقي ومش من المدربين اللي بتعلق اسباب الهزيمه على شماعه الغير.
ابو مازن بيقول الاهلي في مشكله، ازاي مش عارف يفوز بره على فريق ضعيف زي ده وانت محتاج الفوز؟ طيب لما نقابل فريق كبير هنعمل ايه؟ ماشي، اعتقد دي كانت اهم يعني التعليقات. سوق الانتقالات مشتعل في او يعني بيحاول الاشتعال لسه بصراحه، ما نقدرش نقول انت نطيت نور حلقه. يعني شايفين ان في كلام على ان الاهلي محتاج مهاجم اجنبي، كلام ان الزمالك خلاص هيكتفي بقيد كابونجو كاسونجو مش هيجيب صفقات جديده، كمان باقي الفرق لسه بتحاول تدعم، يعني مصر المقاصه مفترض ان قائمته مقفوله 30 لاعب ما يقدرش يجيب حد، ومع ذلك جاب المغربي احمد مرشوح، لاعب مواليد سنه كام؟ لحظات، صغير هو، مواليد 99 تقريبا، اعتقد هم كده هيأيدوه ناشئ تاشي. ما هو هيأيدوه بالظبط، مواليد 99، فهيأيدوه ناشئ تحت السن عشان يقدروا ان هم يتغلبوا على مشكله ان هو ما عندهمش اماكن في القيد بسبب عدم وجود استبدال حسب نظام المسابقه، فده مصر للمقاصه. كمان الاتحاد امبارح بيجيب انيس سالتو، اعتقد صفقه قويه جدا للاتحاد. يمكن انيس سالتو يمكن هو السنه دي كان يعني في دوري الابطال، يعني هو ما كانش لعب غير قدام الاهلي 45 دقيقه بس، لكن هو يعني كابتن طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد هو عارفه بشكل شخصي لان هو دربه قبل كده في اهلي طرابلس الليبي، فاعتقد ان المعرفه ديت هي نابعه ان لا خلاص انا عايز المهاجم ده هيقدر يحقق لي الاهداف اللي انا عايزها في الصناعه، يعني ما شاء الله طويل شويه، فده هيساعد الاتحاد مثلا في الكره العرضيه، وخصوصا الاتحاد عنده اسماء كبيره جدا السنه دي عامله اداء عظيم. يعني الاتحاد احنا بقى لنا سنين ما بنشوفش الاتحاد، مش هقول لك بينافس بس على الاقل في الصوره محليه، وعلى الاقل كمان على المستوى العربي بينافس للسنه الثانيه على التوالي، بنشوفه قريب ان هو مثلا من السيمي فاينال، لسه قدامه ماتش مع الاسماعيلي في اياب البطوله العربيه في نهايه الشهر الجاري. اعتقد لا ان الاتحاد بدا بدايه كويسه جدا في الميركاتو. الزمالك زي ما انت قلت يعني هو كاسونجو الحل المنطقي للزمالك وجهه نظري انا، يعني انت الزمالك عنده كام مهاجم؟ عنده خالد بوطيب مع مصطفى محمد عمر السعيد. عمر السعيد خالد بوطيب خلاص هو بره طبعا كل اي حاجه. فلما تيجي تبص على عمر السعيد ومصطفى محمد انا اعتقد ان الاثنين نفس البروفايل، يعني هما اللعيب اللي بيعرف يجيد الهيدر بلعيب ال 18، لو خرج بره ال 18 فقد كل مميزاته. فاعتقد ان كاسونجو هو اللي عنده الحل اللي مش موجود عند الاثنين دول، عنده السرعه، عنده ان هو يقدر يخرج ويفتح مجالات للاطراف خصوصا ان هما يزيدوا. كان كاسونجو السنه اللي فاتت في النص الاولاني من الموسم قبل ما يمشي الاعاره للفريق الوحده السعودي على ما اتذكر، كان كاسونجو عمل اداء كويس جدا وكان بيساهم في يعني كهربا كان جزء كبير، وده رايي انا برضو كان جزء كبير من تالق كهربا في الدور الاول من الدوري، ان كان كاسونجو بيخرج بره ال 18 وبيحاول يمهد له الكوره، وبالتالي كان كاسونجو وكان كهربا او اي حد تاني بقى يوسف اوباما او اي حد تاني في الزمالك كان بيستغل المساحات اللي من ورا دي ويقدر يسجل اهداف. عشان كده شفنا اوباما في النص الاول من الموسم وكهربا في النص الاول من الموسم مع بروس كانوا عاملين اداء ممتاز جدا. فاعتقد ان لا كاسونجو رجوعه مره ثانيه، هو بقى له 6 سنين تقريبا او كان مصاب بالصليبي، لا مش صليبي كان اصابه قويه بس مش فاكر ابو الصليبي، وبعد كده مشكلته مع الوداد اللي ما خلتوش يلعب ولا مباراه تقريبا، فبالتالي هو لا هو هيبقى راجع بقى جعان كوره فهيحاول يقدم حاجه مختلفه. يمكن الاهلي بقى انا ديت لغايه النهارده انا مش عارف الاهلي هيجيب مين، يعني كلام كلام عن اليكي بعد كده وقف، دلوقتي الكلام على لاعب سيسك صوفيا اللي انت كنت بتتكلم عنه جوه، هو علي سوي، بس اعتقد ان يعني المسافات بعيده شويه في طلبات الاهلي وطلبات اداره النادي البلغاري. يعني هل اصلا الاهلي محتاج ان هو يدعم هجومه ولا محتاج ان هو يدعم دفاعه اهم؟ بص الموضوع ده يعني كنت انا بحسب بس محدش عارف الاجابه الصحيحه، يعني اللي بعرفها فايلر، هو فايلر عايز مهاجم، يعني انت مثلا عندك وليد ازارو، عندك مروان محسن، عندك صلاح محسن. امبارح على في الجول كان في تصريح ان صلاح محسن هيروح، صلاح محسن هيروح السموحه بنسبه 90%. النهارده احنا بنشوف مروان محسن بدا يستعيد، يعني بيسجل اهداف المره الثانيه على التوالي، ازارو بيحاول بس برضه الراجل في الصوره لما بينزل بديل بيحاول يصنع الفارق. فهل الاداء ده مثلا من مروان محسن وازارو مع تواجد اجاييه اللي هو بيبقى بيقدر يلعب مهاجم كمان دلوقتي، هل ده كله ده يساعد ان فايلر يحاول يطلع من حته ان انا مش هجيب مهاجم واجيب مدافع مثلا عشان اصابه سعد سمير؟ طب هل هيعوض اصابه محمد محمود وحمدي فتحي ويجيب لاعب خط وسط؟ هي كل ديت اللي يقدر يحددها هو فايلر. اعتقد ان هي بقت صعبه، يعني كنا في الاول قبل فتره كنا بنقول الاهلي عايز جناح وهو خلاص احنا كنا يعني في الاغلب كنا عارفين ان هو كهرباء وعايز مهاجم. فدلوقتي لا، الامور مع الاصابات مع ضغط المباريات اصبحت لا اصعب، انت مش عارف دلوقتي عايز مدافع عايز لاعب وسط
ارتكاز ولا لاعب وسط بيقدر يقدم الصناعه الزياده الهجوميه بوكس بوكس، فالاوضاع بقت مختلفه. وهل الاهلي اللي هيجيبه هيقدر يناسب اسلوب الاهلي واسلوب فايلر في اللعب؟ فكل ده اعتقد بالنسبه لنا صعب، الا لو انت عندك بقى وجهه نظر تقدر تضيفها. يعني لا انا متفق معاك طبعا. الاهلي دلوقتي لما تبص له تحس ان هو قيمته محتاجه ان هي تدعيمات في اكتر من مركز، زي ما انت قلت محتاج مدافع في ظل ان الدفاع نفسه اساسا حتى العناصر، يعني ايمن اشرف هو اللي بيلعب اغلب الماتشات بشكل اساسي، وايمن اشرف مش بينال الرضا يعني من الجمهور. في خط الوسط محمد محمود وحمدي فتحي، اثنين كنت باني عليهم خطتك في بدايه الموسم، اثنين بيتصابوا وباصابات طويله هتبعدهم لنهايه الموسم الاثنين، فما عادش فاضل غير اليو ديانج وعمرو سوليه، وبدلهم حسام عاشور اللي هو طبعا كبر في السن وما عادش مستواه زي الاول تماما. لما تبص للمهاجمين يعني مروان محسن هو المهاجم الاساسي النهارده، مروان محسن برده مش اللاعب اللي هو بينال ثقه الجماهير بشكل كبير، فبالتالي مش افضل حاجه. فالقائمه محتاجه اكتر من تدعيم لو اراد الاهلي المنافسه حقيقيه على دوري ابطال افريقيا، لان لو الهدف هو الدوري فانت مش محتاج تدعيمات خالص والدوري حقيقي، ولكن دوري ابطال افريقيا محتاج تدعيم من نوع مختلف طبعا. اخيرا قبل ما نخلص بقى، يعني ما ينفعش تكون معايا وما تقوليش على زلاتان ابراهيموفيتش والتسجيل اللي في مرمى كالياري. والله بص انا فرحان والله يا كابتن فوزي كبير مشجع ميلان في الجون يعني فكره ان انت ميلان اصلا يكسب 2-0 ما شفتهاش من تقريبا من السنه اللي يعني مش من السنه اللي فاتت عشان ما بقاش مبتذل قبل ماتش اتلانتا من لا قبل ماتش اتلانتا حتى ما كسبناش برضو انا عارف ان الضحكه الصفراء دي فاعتقد لا يعني النهارده ابراهيموفيتش بيسجل، وحتى الاداء يعني حاسس ان الاداء كان مختلف شويه، ما شفتش الماتش اغلبه يعني، بس الاداء مختلف في حوالات ان بقى الفريق يتغير شكله. ده النهارده ميلان لعب 4-4-2 ولاول مره ما بشوفش سوزو، يعني انا حتى كنت مبسوط يعني، بس فاعتقد لا ان برانش يعني ان شاء الله ان شاء الله يعني ميلان يعمل حاجه يعني نلحق ما ينقذ ما يمكن انقاذه يعني. حاليا ميلان في المركز السابع، احنا بقينا في السابع السادس تأثير ابراهيموفيتش ده تأثير ابراهيموفيتش وكالياري هو السادس، الفرق 3 او 4 نقط مش فاكر، 29 25 حاجه زي كده، فمحتاجين على الاقل تعدوا كالياري لان فيما فوق بعد كده صعب. اعتقد هو المركز السادس لو عدينا كالياري هنكسب الدوري طبعا. ماشي مبروك مقدمه، شكرا ليكم جميعا اللي كانوا بيتفرجوا علينا، ونقول هارد لك للاهلي على التعادل، لان طبعا الاهلي طبيعي ان هو بيكون بيكسب حتى لو الماتش بره ارضه، فيبقى هارد لك ومبروك نقطه طبعا، لكن هارد لك على عدم تحقيق الفوز، والى اللقاء في مباريات اخرى. شكرا شكرا.